لويس مارتن يلعب الكرة لما لويس علي عفيف العرضية والكرة إلى حارس المرمى. هدف يأتي عن طريق محمد موسى يدون الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول. تمريرة وكرة داخل منطقة الجزاء وثاني الأهداف للأخوية، ثاني الأهداف للأخوية عن طريق يوسف المساكني، لا يرحم نادي الفتح يوسف المساكني الغائب حتى حين اللحظة. تمريرة في الأمام وانطلاق إلى نام تاهي يتقدم للإمام نام يبحث عن تسديدة بل علي عفيف، يا سلام كرة في الشباك بصورة رائعة. والتقدم للأمام من جانب محمد عبد الرحمن إلى علي عفيف حول منطقة الجزاء، مرور والتسديدة والهدف الرابع عن طريق تشيكو فلوريس، ويواصل الأخوية قسوة على نادي الفتح بهدف رابع يأتي على مرمى علي المزيدي، والأخوية في زيادة للأهداف متواصلة. لكن اليد الواحدة لا تصفق، هنا المحاولة منعوبة، هدف يأتي ولما أتى الهدف لم يأتي من جانب نادي الفتح بل من لاعب الأخوية تشيكو فلوريس،